استنكار كبير للانتهاكات والتجاوزات على الرموز المقدسة من قبل الأصوات المأجورة التي يقف خلفها الإعلام المضلل. وسط عدم الجدية في الحد من عمليات تسريب الأسئلة من وزارة التربية، خرق مدبر يفشي الأسئلة الامتحانية لطلبة الثالث المتوسط. حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة، حيث هناك استياء شعبي من الشارع العراقي الذي أعلن تضامنه مع المرجعية الدينية والشخصيات والرموز التي حفظت بدمائها اسم العراق. فالكل صار يعبر بطريقته عن غضبه عما جاء من إساءة لمقام المرجعيات الدينية، وكذلك التطاول على الشهيد قاسم سليماني ووصفه بالقاتل من قبل سرمد الطائي أحد المطبلين، كما وصفه الكثير من الشخصيات السياسية والثقافية اليوم والمطبلين لأعداء العراق، خصوصا من عبيد المال الذي أوصلهم إلى أن ينتهكوا حرمة المقدسات بعد أن شريت ذممهم مقابل مبالغ مالية. وما يثير حفيظة الأوساط الشعبية اليوم هو أن القناة الرسمية للشعب هي من تستضيف مثل هكذا شخصيات ربما تبث سمومها وأفكارها العدائية والمتطرفة عبر القناة الرسمية التي لم تجد إلا تبرير يكاد لا يغني ولا يسمن من جوع، حيث ذكرت أنها لن تتحمل مسؤولية استغلال الضيوف لسقف حريتها ومتناسية آلية اختيار الضيوف. لذا فأن الشعر العراقي يغلي اليوم بوجه كل من تسول له نفسه المساس بمعتقداته ورموزه. في الجانب الآخر مشاهدينا، فأن تسريب الأسئلة الوزارية لمادة اللغة الإنجليزية للصف الثالث المتوسط كانت قد أثارت جدل واسع في ظل المخاوف من هذا الانحدار بكيفية حماية المؤسسة التربوية من عمليات الفساد التي وصل فيها الحال إلى إفشاء الأسئلة الامتحانية وتسريبها حتى مادة الرياضيات التي أعلنت مؤخرا، وسط غياب الرقابة المكثفة لوزارة التربية وغياب الآلية التي من الممكن أن تحمي المؤسسة التربوية من مثل هكذا عمليات لا تقل خطر عن عمليات السطو المسلح والإرهاب، كونها تهدم أجيال وتقضي على ذلك الصرح العلمي الرصين في الجانب التعليمي. لذا فأنه من المفترض مشاهدينا أن تكون العقوبات صارمة بالمرصاد لكل من تسول له نفسه القضاء على التعليم من خلال عمليات الفساد، وأشدها خطورة هي إفشاء الأسئلة الامتحانية وتسريبها. إذن مشاهدينا، من أمن العقاب ساء الأدب، وهذا ما بان جاليا على التجاوزات الخطيرة من سرمد الطائي الذي تطاول على مقام المرجعيات الرشيدة مطلقا تسميات ميليشيات وقتل أيضا على من رووا أرض العراق بدمائهم الزكية، لا سيما الجنرال قاسم سليماني الذي تم التطاول عليه من على قناة حكومية رسمية، ليطالب العراقيون اليوم بعزل رئيس شبكة الإعلام العراقي بعد المساس من قبل أحد ضيوف برامجها على الرموز الدينية والشهداء. فنتابع التقرير مع الزميلة نهى الشمري. من أمن العقاب أساء الأدب، هكذا تقول الحكمة التي نراها اليوم واقعا مأسوفا عليه بتراخي الجهات المعنية بتنفيذ العقوبات بحق المسيئين. فنشاهد تكرار الإساءات إلى الرموز الدينية والعراقية بين الفينة والأخرى، وما يثير الغرابة أكثر أن الإساءة اليوم انطلقت من جهة رسمية حكومية واجبها الحفاظ على الأمن السلمي لا تهديده. ميليشيا
وقتلة وقضاء دكتاتوري، مسميات وصفها المدعو سرمد الطائي على القضاء ومن بذل الدماء للعراق يستنكرها غيار البلد بإدانات شديدة اللهجة. فعدم التعامل بجدية تجاه التجاوزات المعتادة يشرع للآخرين الإساءة للمقدسات والثوابت الوطنية، وآراء تقول هذا النهج وراءه نوايا هدامة. المجلس الأعلى سماحة الشيخ الدكتور همام حمودي فقد حمل المؤسسات الإعلامية مسؤولية بثها للجمهور، تتبعها جمعية القضاء العراقي تدلي بقولها إن إطلاق هكذا آراء مقابل صمت المقدم لاسترسال ضيفه بالإساءة لا تخلو من التنسيق المسبق والإعداد لهذا السيناريو المثير للشكوك. نهى الشمري، الأيام الفضائية. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، والحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب بضيفنا الكريم في الاستوديو المتحدث الرسمي باسم المجلس الأعلى للإسلام العراقي الدكتور علي الدفاعي. أهلا بك دكتور، ضيفا كريما. أهلا وسهلا. بداية اليوم موضوعنا ومحورنا الأول من الحصاد راح يكون إعلامي، وهناك ضجة كبيرة عن تصريحات سرمد الطائي أساء بها إلى مقام المرجع الإمام الخامنئي وإلى شهيد قاسم سليماني، وهذه رموز عند شريحة واسعة وكبيرة من الشعب العراقي حتى إن كان هناك اختلاف في وجهات النظر. هل يجوز التجاوز على شخصية ربما تختلف معها إيديولوجيا وفكريا لكنها عند شريحة واسعة وكبيرة من العراقيين وغير العراقيين تعتبر رمز ديني أو غير ديني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك أستاذ بشار وللسيدات والسادة متابعي ومشاهدي قناة الأيام. في الحقيقة هذه الإساءة لم تكن الإساءة الجديدة في هذا الموضوع، ونحن في المجلس الأعلى حينما وصفنا هذه الإساءة بأنها منهج خطير، لأنه بحسب متابعتنا ومتابعة الكثيرين أنها إساءة لم تأتي كحالة ارتجالية أو عفوية، وإنما تعبر عن منهج مدروس ومخطط له يضرب قيم المجتمع العراقي في أهم ركائزه من حيث سلامته وهويته. عندما تضرب القدوة في المجتمع متمثلة بمقامات المرجعية الدينية المحترمة فأنت تضرب المسار الصحيح في المجتمع، أنت تعرف أن المجتمع الصالح مرتبط بالمرجعية المحترمة المقدرة سواء كانت مرجعية الإمام الخامنئي أو المرجعيات الأخرى المقدرة. إذن هو ممنهج وليس اعتباطي. نعم. كما أكد الدكتور الشيخ همام حمودي، لكنه جاء عبر فضائية رسمية، قناة العراقية الرسمية. تختلف هذه الإساءة جاءت من فضائية رسمية للبلد أم جاءت من فضائية ربما تجارية أو فنية أو حتى حزبية؟ أكيد طبعا هذا مما يؤسف له وينبغي أن لا يمر مرور الكرام. نحن من بداية العملية السياسية شاهدنا أن هذا التغير الذي حصل في العراق بتغير المعادلة الحاكمة بعد سقوط النظام السابق لم يكون مرضيا لكثير من الجهات سواء داخلية أو خارجية. وتعودنا أن نلاحظ هجمات كثيرة من وسائل إعلامية محلية وخارجية لهويات وركائز المجتمع العراقي لضرب العملية السياسية وهذا التغير الحاصل. لكن أن يأتي اليوم الطعن والهجوم والعداء
لهذه الركائز الأساسية في المجتمع متمثلة بالقدوة التي هي مقام المرجعية من وسيلة إعلامية تمويلها من أموال الشعب العراقي وتعبر عن الدولة العراقية متمثلة بالفضائية العراقية، فهذا الأمر خرج عن نطاق حالة حرية التعبير عن الرأي ومساحة حرة للضيف في أن يعطي رأيه في هذه المسألة. يجب أن تكون هناك ثوابت المؤسسة الإعلامية الرسمية على وجه الخصوص، يجب أن تشخص الأولويات ويجب أن تقدم الأولويات في سياستها الإعلامية. نحن نطالب أن تكون هناك سياسة إعلامية نابعة عن استراتيجية وطنية واضحة، وأن تخضع هذه الاستراتيجية لمراقبة بحيث أن تمويلها ينبغي أن يكون وفق استحقاق ما تطبقه من هذه الاستراتيجية. لا يمكن أن نسمح لوسيلة إعلامية رسمية تضرب المجتمع العراقي في الصميم من خلال الطعن والهجوم على مقام المرجعية الدينية. طيب، قناة العراقية أو أي قناة أخرى كانت تتحمل مسؤولية كلام أدلى بالضيف مهما كانت أيديولوجيته أو أفكاره، وهناك معروف يعني في الإعلام أو البرامج الحوارية أنه أكو ضيف عنده رأي وأكو ضيف عنده رأي آخر. أحسنت. حرية التعبير عن الرأي حرية مكفولة دستوريا ديمقراطيا، ونحن أيضا ندعمها ولن تنهض الديمقراطية بدون حرية التعبير عن الرأي. لكن هنا مسألتين. الأولى، أنت في القناة الرسمية عندما تريد أن تناقش قضية فيها رأي ورأي آخر، عليك أن تقتني الضيف المخالف لك في الرأي، ولكن على أسس أن يكون طرحه مبنيا على احترام المقابل، على أن لا يطعن في هوية أساسية ومركزية من متبنيات سلامة المجتمع. فضلا عن أن جنابك الآن يعني معد مقدم برنامج وخبير في هذه المسألة، عندما يكون هناك تجاوز لا يمكن لك من حيث حياديتك على أقل تقدير أن تذهب معه، سواء من حيث التأييد أو من حيث الصمت والسكوت. لا. مقدم البرنامج في العراقية لاحظنا أنه كان تقريبا منساق مع ما كان يطرحه ذاك الشخص في تهجمه واستعدائه على تلك المقامات. هذه المسألة هو يبدو أنه حاول إيقاط قبل أن يقطع الاتصال عبر سكايب أعتقد، لكن تتحمل المؤسسة جزء من هذه المسؤولية باعتبار أنها لديها صلاحية انتقاء الضيوف. لكن العراقية أو حتى غيرها من الفضائيات ليش تنتقي ضيوف أحيانا مثيرين للجدل؟ وهذه علامة استفهام كبيرة تجعل إدارة شبكة الإعلام ومجلس الأمناء في مساحة المراجعة والاتهام. ومن هنا ينبغي أن يكون هناك رادع قانوني. نحن اليوم لا يمكن أن نقبل بكلمة آسف. يعني شنو أن تقدم شبكة الإعلام اعتذار على مسألة تضرب المجتمع العراقي في الصميم في قضية هويته وسلامته؟ أنها لا تتحمل المسؤولية، لا تتحمل. مسؤولية الضيف، هو مسؤول عن كلامه. تتحمل؟ نعم تتحمل المسؤولية، لأنها هي التي اتصلت واختارت الضيف وفتحت له مساحة دون أن يكون لها دور في تحديد هذه المساحة. يعني أنت نعم حرية التعبير مطلوبة، ولكن عليه أن ينبه. يعني الآن أريد أن أرجع بك قليلا، عندما يخاطب المرجع الأعلى السيد علي السيستاني حفظه الله الإمام الخامنئي في تلك الرسالة المشهورة بسماحة المستطاب، ثم يأتي هذا الشخص وينتقد الإمام الخامنئي، أليس هذا طعنا لمقام مرجعيتنا الدينية المتمثلة بسماحة السيد السيستاني؟ عندما يؤبن سماحة السيد السيستاني الشهيد الخالد قاسم سليماني بتلك الكلمات المملوءة أسى، ويقول أن جهوده وأتعابه لا يمكن أن تنسى، ثم يأتي شخص نكرة ويتولاهما بالطعن والهجوم، إذن هو في الحقيقة إذا جمعنا هذه مع تلك فهو يتعدى ويتهجم على مقام مرجعيتنا الدينية. كذلك كان هناك تجاوز كبير على القضاء ورئيس السلطة القضائية في العراق. وأنتقل إليكم سيد عدنان العربي المتحدث باسم اتحاد الإذاعات والتلفزيونات العراقية. أهلا بك سيد عدنان، ضيفا كريما بصوت وصورة من بغداد. ونتحدث عن الجدل كثير اليوم وسقط من الشارع وشخصية سياسية وثقافية حول تصريحات السيد سرمد الطائي كانت بها إساءة إلى مرجعية، إلى القضاء، إلى مقام وشخصية الشهيد قاسم سليماني. لكن ما الذي يجب على القضاء فعله في مثل هكذا انتهاكات ضد مرجعية أو ضد رموز مقدسة وحتى ضد القضاء نفسه، وكان هناك تحدي صريح للسلطة القضائية؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وأحيي جمهورك الكريم وضيفك الكريم، وشكرا لإتاحة الفرصة. حقيقة ما حدث في البرنامج الأخير الذي عرض على شبكة الإعلام العراقية
هذه الشبكة التي هي تمول من أموال الشعب العراقي كان مرفوض جملة وتفصيلا من كل الأوساط، ولا يختلف عليها اثنان أن مثل هكذا أحاديث وهكذا يعني كلام مرفوض من قبل الشارع العراقي قبل أن يكون مرفوض من الجهات ذات العلاقة، على اعتبار أن هيئة الإعلام والاتصالات هي المسؤول الأول على وضع اللوائح والنظم والضوابط التي يعني تعهدت فيها الفضائيات حين انطلقت وأخذت إجازة البث من هذه الأية. فكيف بنا ونشاهد اليوم الإساءات من شبكة الإعلام العراقية التي هي تمثل العراقيين جميعا مع شديد الأسف، وببرنامج صريح وواضح، وما يؤسفنا وما تحدث به ضيفك الكريم أن لم يكن هنالك يعني رادع بمستوى الإساءة من قبل مقدم البرنامج، على اعتبار إذا تحدثنا عن حرية التعبير فللمقدم أن يخاطب الضيف بأن يقول له حق الرد مكفول وهذا كلامك، ونحن لن نتبنى هذا التصريح، وبالتالي يكون في منأى من هذه من هذا التصريح الذي صدر من محلل أو إعلامي أو حتى أي ضيف آخر من عامة الناس. وبالنتيجة يعني مع شديد الأسف هنالك المتطفلين على المهنة، وهنالك يعني من يدعون أنهم إعلاميين ويبحثون على عن الشهرة بهذه الإساءة. من يكون الشخص الذي أساء لرموز البلد؟ فقط سيد عدنان فقط بحث عن شهرة وإثارة جدل من يتم التطرق إلى هكذا مواضيع في قناة رسمية. يمكن سيد عدنان أنت عندك خبرة وباع طويل بقضية العلاقات العامة واختيار الضيوف، يعني ممكن لأي قناة يعني أنه تختار ضيوف بتمعن ودراسة، ليش العراقية وحتى الكثير من القنوات الأخرى من ضمنها بعض قنوات الاتحاد أيضا تختار ضيوف مثيرين للجدل، هل بهدف يعني كسب مشاهدات؟ سيد الفاضل، حقيقة اختيار الضيوف يقع على عاتق أولا مدير المؤسسة ويعني مقدم معد البرنامج كذلك ومدير العلاقات بالدرجة الأخيرة، على اعتبار أن هذا الضيف مصنف في أي حديث يتحدث في أي جانب، هو كان يكون مثلا يعني خبير في الشأن السياسي، خبير بالشأن العسكري، بأي اختصاص آخر. وحقيقة هنالك أشخاص يعني مثيرون للجدل ومعروفين في الأوساط، فما كان يجب، وهناك خطوط حمراء حول بعض الأشخاص حقيقة، لأن من المعروف جدا أنهم يعملون كما تعمل القنوات الصفراء لإثارة الفتن وزعزعة الأمن في البلاد وإثارة النعراض الطائفي وما شابه ذلك، ومعروفون. فيجب على كل مؤسسة حتى إن كانت بسيطة وليست بمستوى شبكة الإعلام العراقية أن تعي مع من تتعامل وتلتفت إلى من تدعو لبرامجها، وبالتالي كل ما يصدر من شبكة الإعلام العراقية مسؤولة عنه، ويجب أن تدافع على الجهة التي هي لم تكن حاضرة اليوم حتى تدافع عن نفسها، وبالتالي صدرت مثل هكذا إساءات من هذا الشخص الذي حتى لا أريد أذكر اسمه ولا نريد نعطيه حجم أكبر من حجمه حقيقة. ويجب على الشبكة أن تتعامل مع الأشخاص الذين لديهم سي في وسيرة ذاتية معروفة ليدلون بدلوهم ويوضحون للناس ويبسطون ما مراد توضيحها للجمهور. طيب أعد لك دكتور علي، سالم الطائي كان يتحدث بالبرنامج عن القضاء وكان يوجه تحدي للقضاء، موضوعه كان عن القضاء، ليش اتطرق إلى مقام الإمام علي خامنئي وكذلك إلى الشهيد سليماني؟ ليش اتطرق وأسائلهم وقدم اتهامات بحقهم بينما موضوعه كان على القضاء؟ نعم، كما قلنا الإساءة هذه لم تكن إساءة عفوية، إذا ركزنا على هذه المسألة سنعرف الجواب. نحن نعتقد من خلال متابعات طويلة أن هذه منهجية تتبعها بعض الجهات المشبوهة في أدواتها الدامة للعملية السياسية للمجتمع العراقي، لقيمه، لأصوله، لثوابته. لاحظ هو عندما ضرب القضاء، طبعا وهنا أريد أن أنوه إلى أن ضرب القضاء، مؤسسة القضاء والطعن فيها لم تأتي من هذا الشخص فقط، سبقتها
بعض الطعونات الاتهامات عندما لم تأتي قرارات المؤسسة القضائية ضمن ما مسار مصالح تلك الجهات من أحزاب وشخصيات. إذن نحن أمام منهجية تحاول أن تعكس دائما حالة استقرار المجتمع والمضي بالانفراج السياسي من خلال ضرب أهم مقومات العملية السياسية فيما يخص ملف القضاء. أقصد هنا القضاء الآن، نحن نعلم أن هناك نوع من التذمر، عدم الرضا على أركان العملية السياسية. أركان العملية السياسية الثلاث، المؤسسة التشريعية هناك من التذمر عليها، عدم الرضا، عدم المقبولية ضمن مساحة ليست قليلة. كذلك السلطة التنفيذية هناك عدم رضا، تشخيص ضعف، نقاط فساد وفشل في الإدارة موجودة. اليوم المؤسسة القضاء نهضت بجملة من القرارات بحيث أصبح هناك نوع من الارتياح عند المواطن العراقي المتابع، أن هناك قرارات تخرج عن المؤسسة القضائية لا تستند إلا إلى الدستور والنص القانوني. لذلك أصبحت المؤسسة القضائية أشبه بالملاذ من أجل تعديل مسار هذه الانحرافات ولملمت حالة عدم الثقة. وضع القضاء بهذه المرحلة السياسية بموضع دائما تتوجه له اتهامات. لكن أعود لك سيد عدنان، هل ترى أن القضاء اليوم يتخوف من التعامل مع هكذا قضايا حتى لا يتهم بسياسة تكميم الأفواه؟ نعم حقيقة، يعني في الفترة الأخيرة وما جاء من قرارات من القضاء الأعلى الاتحادي كانت حقيقة يستحق كل الاحترام والتقدير والوقفة التي يعتمد عليها الشعب العراقي باتخاذ مثل هكذا قرارات، قرارات حازمة وصارمة ليس فيها مجاملات على حساب مصلحة الشعب العراقي. ونحن نقف يعني مع هكذا قضاء لا تأخذه في الله لومة لائم، وتنفذ القوانين على كل المستويات والصعد دون يعني تردد. اليوم ليس لدينا إلا القضاء حتى يذهب المختلفون للحكم تحت مظلته، فنحن بحاجة إلى قضاء قوي لا يتردد في اتخاذ مثل هكذا قرارات. واليوم القرار اللي تصدر بحق الشخص المدعو صاحب الإساءة كان قرار شجاع، وبالتالي اليوم يعني القضاء حقيقة لم يترك الإعلام خلف ظهره. في القضايا الإعلامية هنالك خبراء موجودين للاستعانة بهم وإعطاء الرؤى بما يخص المواضيع الإعلامية، وهذا احترام من قبل القضاء للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين حقيقة. فنحن نشد على أيديهم ويعني نتقدم لهم بالشكر الجزيل على وقفتهم كاتحاد الإذاعات والتلفزيونات العراقية مع الإعلام. والوقوف مثل هكذا هجمات يجب الرد عليها بقوة، ويجب أن المسيء يأخذ جزاء. طيب دكتور علي، القضاء مو هاي أول مرة يتم التجاوز عليه ويتم تحدي القضاء، هناك كان تجاوزات بالمرحلة الأخيرة كثيرة من الكثير من الشخصيات والجهات. ليش القضاء اليوم ممتعض من تصريحات الطائي، ممتعض أو أبدأ أي مذكرة أو غيرها من أي شخصية تجاوزت عليه بالأيام الماضية؟ أولا يجب أن ننوه ولا ننسى أن ضرب القضاء والطعن بقرارات القضاء إنما هي تأتي لكي تضرب هيبة القانون. هذه مسألة يجب أن تكون معلومة. كل ما ترى أن هناك طعنا وانتقادا للقضاء وقراراته فاعلم أن المستهدف الأساس هو هيبة القانون، وإذا استهدفت هيبة القانون فيعني أننا ذاهبون باتجاه منهج الفوضى والتخريب من خلال هذه المسألة. وهناك مخاطر يمكن تم التأكيد عليها بالسنوات الأخيرة، من أنه كما ذكر الشيخ أمام حمودي أنه على البرلمان يبادر إلى متابعة السياسة الإعلامية وتحديد استراتيجية وطنية واضحة. يمكن للبرلمان في هذه المرحلة اتباع هكذا استراتيجية ودراسة هذا الموضوع دون الذهاب إلى سياسة تكميم الأفواه، وهذا يمكن السياسة العراقية حاليا حذرة من هذا الموضوع؟ بالتأكيد سياسة تكميم الأفواه لن تنجح. الوضع العراقي اليوم أصبح وضعا يعني منفتحا، الديمقراطية ناهضة فيه شيئا فشيئا، لا يمكن أن نذهب بهذا الاتجاه. زايد أيضا يمكن أحسنت. ولذلك عندما دعا سماحة الشيخ الدكتور همام حمودي إلى مسألة أن يكون هناك سياسة إعلامية نابعة عن استراتيجية وطنية واضحة، لماذا؟ لأنه أولا هناك مخاطر. نحن نعلم أن الإعلام أداة خطيرة
وأداة مهمة في نفس الوقت، ويجب أن تكون منضبطة بحال بحيث أنه المجتمع العراقي يستفيد من هذه الأداة مع حرية التعبير. ناهيك عن أن المؤسسة الرسمية مؤسسة ممولة من أموال الشعب العراقي، فبالنتيجة يجب أن تكون إيجابية وخيرها للشعب العراقي من حيث مواضيعها، من حيث طرحها، من حيث انضباطها، من حيث ضيوفها. هذه كلها مسائل مهمة. أعود إلى سؤالك الأول. نعم. قضية القضاء ودوره في أنه يتابع هذا الطعن وهذا الاتهام هنا وقد لا يتابعه هناك، نحن من خلال قناتكم حقيقة ندعم قرارات القضاء في أن يكون بالشجاعة نفسها في أن لا يسمح لأي جهة كانت أن توجه للقضاء اتهاما لا يستند إلى القانون والدستور وإلى هذه الأمور التي يرتضيها القضاء على نفسه أساسا، لأنه إذا فتحنا الباب إلى أنه يطعن بقرارات القضاء وبحسب المصالح التي تسير مع سياستي أو تتقاطع مع سياستي، فنحن أمام أنه نهدم الملاذ الأخير في تأمين وتحصين العملية السياسية. نعم، ربما يكون للأحزاب لبعض السياسيين حصانة بحيث القضاء يراعي هذه المسألة لعله، لكن نحن نلاحظ أن مؤشر نهوض القضاء إلى قرارات حاكمة شجاعة في الوقت الراهن كلها تستند إلى تفسير الدستور وإلى نصوص القوانين مسألة نحتاجها بشدة، وعليه أن يمضي بهذا الاتجاه، ونحن نشجع وندعم هذا التوجه. طيب سيد عدنان، شلون تقيمون حاليا أداء شبكة الإعلام العراقي بشكل عام وقناة العراقية الرسمية بشكل خاص؟ يعني وهل يمكن لشبكة الإعلام أن تبين على الأقل موقفها من هكذا انتهاكات على قناتها الرسمية؟ يعني حقيقة شبكة الإعلام العراقية هي ما تحصر في قناة واحدة أو في برنامج واحد. نعم. هي واسعة وهي ليس ملكا لأحد، هي ملك الشعب العراقي، ونحن نعتز بها ونفتخر بها على أن تكون إدارتها يعني تعمل لصالح البلد وتبتعد عن مثل هكذا برامج، ويعني بالتالي برامج هذه هي كلها برامج عراقية ونابعة من الشعب العراقي. فأما بالنسبة لنا كيف ننظر إلى شبكة الإعلام العراقية، هي حال أي فضائية أخرى. لا حق البث وفق الدستور وفق القوانين المتاحة لهيئة إعلام والاتصالات، وعليها أن تلتزم بما تلتزم به الفضائيات الأخرى، وبالتالي أي أمر أو إساءة يصدر من أحد البرامج يجب أن تكون هناك فيه مذكرة من قبل هيئة إعلام والاتصالات، يكون فيه تنبيه أو تحذير، ومثل ما حصل في البرنامج الذي بث قبل هذه الفترة. المتحدث باسم اتحاد الإذاعات والتلفزيونات العراقية سيد عدنان العربي، كنت ضيفا كريما علينا، شكرا لك سيد عدنان. دكتور علي، أرجو أن تبقى معنا. ومشاهدينا الكرام، نذهب إلى ملفنا الآخر من الحصاد وأبرز ما فيه. وسط عدم الجدية في الحد من عمليات تسريب الأسئلة من وزارة التربية، خرق مدبر يفشي الأسئلة الامتحانية لطلبة الثالث المتوسط. إذن المشاهدين، بعد تصدرها واجهة المؤسسة التربوية، فإن عملية تسريب الأسئلة الامتحانية الوزارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي باتت تثير المخاوف من سطوة الفساد الذي قد يجعل من شراء الذمم سبيلا لاستمرار تسريب الأسئلة الامتحانية. لذا فإن الوزارة عمدت إلى تأجيل موعد الامتحانات الوزارية بعد كارثة تسريب الأسئلة التي تقف خلفها جهات متنفذة في وزارة التربية، حيث باتت في دائرة الاتهام. المزيد مع الزميل علي حبيب. تسريب الأسئلة الامتحانية يتصدر واجهة التعليم العراقي من جديد بعد تأجيل الامتحانات الوزارية لمادة الرياضيات للصف الثالث المتوسط بعد تسرب الأسئلة على مواقع التواصل الاجتماعي في ساعات متقدمة من صباح اليوم الخميس. فاستفاق الطلبة بعد تعب مضن
متسلحين بمجهودهم ليتفاجأوا بهذا القرار الذي بدد جهود أيام وليال. في البدء أعلنت الوزارة عن تأجيل الامتحانات لأسباب فنية تتعلق بأعمال التقويم والامتحانات، ولم يستقر هذا السبب لساعة حتى تلاه عذر آخر بأن التأجيل كان لثبوت تسرب أسئلة المادة المقررة لهذا اليوم، وعلى إثر ذلك يتم تشكيل لجنة وزارية عاجلة للتحقيق في الأمر. ساعات أخرى باشرت هذه اللجنة أعمالها بمشاركة جهات أمنية لتعلن عن التوصل لخيوط تدين المتورطين متوعدة إياهم بعقوبات قاسية. وبحسب مصادر أكدت أن التحقيقات أظهرت أن اللجنة المختصة بحفظ وتوزيع الأسئلة في مديرية تربية الرصافة الثانية هي مصدر التسريب لمادة الرياضيات بعد تتبع الكود الخاص لكل مديرية. وعلى خط الأزمة اعتقل جهاز الأمن الوطني أصحاب مواقع إلكترونية قاموا بتسريب هذه الأسئلة. تترافق هذه الإجراءات مع تشكيل لجنة التربية النيابية لفريق تحقيقي للبحث في تداعيات قضية تسرب الأسئلة وضمان عدم تكرارها. وبعد القصص والروايات الكثيرة التي ترامت في الساحة حول أسباب التسريب ومن المسؤول عنها، فأصابع الاتهام وجهت للعديد، لكن القرار بتأجيل الامتحانات أصاب الطلبة بالاندهاش والإرباك في آن واحد، وهو ما يؤكده أولياء أمورهم الذين تحدثوا عن تغلغل الفساد في مفاصل وزارة التربية، وأن الطالب من سيدفع ثمن ذلك تحت ضغط نفسي كبير. علي حبيب، الأيام الفضائية. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، والحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم في الاستوديو المتحدث باسم المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الدكتور علي الدفاع. أهلا بكم دكتور مرة أخرى، وأيضا نجدد الترحيب بالسيد داود الحلفي التربوي والمحلل السياسي. أهلا بكم سيد داود. وأبدأ معك سيد علي، بعد هذه الفضيحة المدوية لوزارة التربية بتسريب الأسئلة، إلى أين وصلت العملية التربوية والتعليمية؟ نعم، هذا الملف حقيقة يعني يؤسفنا الحديث عنه باعتباره ملف يعني في غاية الحساسية والأهمية. هو ملف يعني يعنى بقضية التربية والتعليم ويتعامل مع الجيل القادم الذي هم شباب العراق، فتية العراق الذين يعول عليهم في نهضة العراق في مسائل تعليمهم تربيتهم. كيف بهم اليوم وهم يرون أن هذه المؤسسة التربوية التي تقود عملية التربية والتعليم عندهم غير منضبطة ولا يعني مقتدرة في حماية أبسط مسألة، ألا وهي قضية الأسئلة الامتحانية. يعني هذا الحقيقة هذا الموضوع يعد انتهاك خطير، ونحن في المجلس الأعلى شخصنا هذه المسألة ونطالب مجلس النواب من خلال لجنة التربية والتعليم أن تأخذ دورها. في الحقيقة الدور الرقابي يعني يكاد يكون غائب عن هذه الملفات. لا يمكن أن تمر مثل هكذا قضية انتهاك خطير، يعني جريمة يعاقب عليها القانون ولا يعلم من هو المسؤول عنها. نحن نعتقد أن الكادر المتقدم في وزارة التربية مسؤول ومحاسب في هذه المسألة، وعلى البرلمان أن يأخذ دوره في تشخيص العقوبة المناسبة، في تبيين الجهة التي قامت بتسريب هذه الأسئلة. وإلا فالعملية التربوية كلها التربوي. سيد داود أهلا بك مرة أخرى. سيد داود، وهذه يمكن لم تكن المرة الأولى التي تسرب فيها الأسئلة، فقبل سنتين يمكن أيضا تم تسريب أسئلة مادة الإسلامية للثالث المتوسط. برأيك كتربوي شنو هي الأسباب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك أستاذ بشار ولضيفك الكريم، وأيضا تحية لمشاهدي قناة الأيام الكرام. حياك الله. أعتقد ليس هناك أسباب منطقية وموضوعية وأخلاقية تجعلنا أن نبرر هذا الفعل الوخيم والفعل الذي هو عار على كل تربوي وكل مسؤول تربوي ووزارة التربية بشكل كامل. مثل ما قال ضيفك الكريم أنه التربية هي مربية للمجتمع وهي أساس قيادة البلد وفق النزاهة والأمانة، ودائما ما يتحدث التربوي والشخص المسؤول ويوجه الطلاب وجيل المستقبل بالحفاظ على الأمانة، الحفاظ على النزاهة، صيانة القانون، احترام القانون، الحفاظ على ما في اليد، الحفاظ على العهدة، الحفاظ على العهد. هذه كلها مفاهيم تربوية دائما نغذي بها أبنائنا. الآن لما نتحدث بهذه الطريقة ممكن أن نتراجع
ثلاث خطوات وليس خطوة إلى الأمام وليس خطوة واحدة قبل أن نبدأ بالحديث. الأسباب يعني أنا أعتقد يعني بالقانون يقول هناك مخفف جرمي إذا كان الشخص غير عاقل، إذا كان ليس بوعيه، إذا كان مثلا محتاجا على سبيل المثال، إذا كان غير كفو وأختير مرغما ممكن أن نجد له العذر، لكن كل هذه الأسباب تتوفر لا تتوفر الآن في هذا الشخص المعني. وأعتقد الشخصيات المؤشر عليها أصبع الاتهام هي في تربية الرصافة الثانية، والمسؤول الأول والمباشر كلجنة امتحانية والسيد مدير عام الرصافة، يرافقه أيضا في عضوية اللجنة السيد مدير الامتحانات وأيضا عضو آخر. هؤلاء الثلاثة لا يمكن أن تفتح الأسئلة إلا بحضورهم، ولا يمكن أن تستلم الأسئلة من الوزارة إلا بحضورهم. نعم. فهؤلاء ثلاثة هم مسؤولون مسؤولية تضامنية عن ما حصل يوم أمس، وهذه حقيقة ليس كلمة بسيطة نعطيها تصريب، وإنما هي جريمة أخلاقية قبل أن تكون جريمة إدارية. الأخلاق لا يمكن المساس بها، تماسك المجتمع لا يمكن المساس بها، العرف الاجتماعي المتعارف عليه لا يمكن المساس بها. خيانة الأمانة من أشد العقوبات التي تتخذها الدول الإسلامية ولا يمكن السماح بها. نحن أمام حقيقة حركة مجتمعية خطيرة ممكن أن تهد كل ما بنى في زمن ما قبل 2003 صعودا إلى يومنا هذا، على الرغم من هناك مؤشرات خطيرة حدثت في زمن النظام السابق، لكن اتخذ إجراء مباشر ولم ينتظر التحقيق أو لجنة تحقيقية، لأن الشخص معروف والثلاثة هم اللي قلت لك ياهم إذا ما صح الخبر. طيب. من الأمن الوطني والاستخبارات. نعم. والنزاهة، فهم ثلاثة هؤلاء مسؤولين يساقون. طيب. إلى التحقيق ومن ثم إنزال أقصى العقوبات. خلنا نطلع على هذه المعلومات ما مدى صحتها، وينضم لنا مباشرة عبر الهاتف المتحدث باسم وزارة التربية السيد حيدر فاروق. أهلا بكم سيد حيدر، وبداية هل توصلتم للمتورطين فعلا بعملية تسريب الأسئلة؟ هل فعلا يعني هم منهم بمناصب مهمة وأصحاب نفوذ في وزارة التربية؟ تحية طيبة لك سيد عزيز ولكل ضيوفك الكرام ولجمهورك الكريم. اليوم الحديث عن المتورط في تسريب الأسئلة وتخارج توصيل وزارة التربية، إنما تسريب الأسئلة اليوم هو قضية أمن وطني، قضية مساس بأمن دولة، بخرق منظمات ومؤسسات دولة، خرق نظام حكومي. نحن منذ أن أدركنا أنه هذه الأسئلة هي مسربة وقبل الإعلان عن تأجيل الامتحان سلمت كل الأمور إلى جهاز الأمن الوطني للتحقيق في هذا الموضوع. فأي تحقيق أو أي إجراءات أو الوصول إلى أي حقائق استقصائية بهذا الموضوع هو يعلن عليه من قبل الأمن الوطني والجهات المعنية بهذا الموضوع. طيب، أعلنتم يعني كان هناك عواجل بأغلب الفضائيات العراقية أن وزارة التربية توصلت إلى بعض المتورطين. لا ليس وزارة التربية. نعم. الجهات الأمنية. الأمنية. المسؤولة عن هذا الموضوع توصلت. طيب. بالتالي لا يحق لنا بالحديث عن أي موضوع يخص هذا التحقيق. طيب. قد نربك الأمور في هذا. طيب. الموضوع. طيب، نعرف المتورطين سيد حيدر، لكن شلون تم تسريب الأسئلة بحسب ما توصلتم إليه؟ شنو هي الآلية المتبعة لتسريب الأسئلة؟ سيدي العزيز، اليوم لماذا أجريت لجنة تحقيقية من جهات أمنية؟ نعم. هو لمعرفة كيف تسربت هذه الأسئلة ومن المتسبب في تسريب هذه الأسئلة. بالتالي الإعلان عن المتسبب من خلال هذه اللجنة هو. نعم. الذي سيؤدي ويؤدي إلى معرفة كيف سربت هذه الأسئلة ولماذا سربت هذه الأسئلة. سؤال آخر هذا لماذا، لكن بالنسبة لإجراءاتكم وزارة التربية، ماذا عن الامتحانات اللي تم تأجيلها إلى إشعار آخر؟ أم حددتم يوم هذه حتى تستأنف هذه الامتحانات بالأسبوع القادم؟ وماذا عن الامتحانات التي مضت، هل ستلغى وتعاد مرة أخرى أم تحتسب؟ وهناك شبهات بتسريب أسئلتها أيضا. أبدا، اليوم الحديث مع الجهات الأمنية أنه ثبت الأسئلة التي مرت خلال الامتحانين الماضيين، لا يوجد هناك أي تسريب بهذه الأسئلة. الحديث جاء عن تسريب فقط مادة الرياضيات، لذلك اتخذت وزارة التربية إجراءات احترازية من حق جميع الطلبة
بتأجيل الامتحانات إلى شهر آخر. إن شاء الله مطلع الأسبوع المقبل يتم تحديد موعد استئناف هذه الامتحانات. طيب سيد حيدر، أكو آلية يعني تلجأ إليها ربما وزارة التربية للحد أو إفشال أي عملية تسريب للأسئلة بالمستقبل؟ يعني هذه الآلية وآلية توزيع الأسئلة وآلية حفظ الأسئلة هذه مسؤولية اللجنة الدائمة للامتحانات، واللجنة الدائمة للامتحانات هي لجنة مختصة، حتى وزير التربية لا يتدخل بهذه اللجنة لديها عمل حق وأجل. يبدو أننا فقدنا الاتصال مع السيد حيدر فاروق، لكن وصلت فكرة عن رأيه. وأعود لك دكتور علي مرة أخرى، تعتقد أن هناك إجراءات يمكن أن نتحدى من عملية تسريب الأسئلة وهناك فساد يقال أنه وصل إلى العملية التربوية والتعليمية في العراق، ومدى خطورة الفساد في وزارة التربية؟ طبعا عودا إلى ما تفضل به الناطق باسم الوزارة، اللجنة العليا للامتحانات نفسها هذه التي لا يتدخل فيها وزير التربية هي برئاسة وكيل وزير التربية، فمن هنا نحن قلنا أن الكادر المتقدم في الوزارة هو مسؤول مسؤولية مباشرة عن هذا الخرق الفاضح في عدم تأمين هذه الأسئلة. طيب ممكن محاسبة كوادر متقدمة ومناصب رفيعة في الوزارة لو راح يكون هناك كبش فداء من الموظفين الصغار؟ نحن نقول يجب محاسبة المقصر ولا نقول ممكن، يجب. ونحن أمام قضاء شجاع وحريص على سلامة العمل التربوي وغيرها من سلامة شؤون المجتمع كافة. لذلك من هنا نعود ونقول أن الدور الرقابي شبه غائب على البرلمان من خلال لجنة التربية والتعليم ولجنة النزاهة كذلك أن يأخذوا دورهم في متابعة هذه الملفات والدخول في تفاصيل اللجان التحقيقية ومعرفة المقصرين في هذا الجانب ورفع ملفاتهم إلى القضاء. هذه المسألة واجبة، لأنه أن نظل نعتمد سياسة من أمن العقاب أساء، هذه المسألة يجب أن تتوقف ويجب أن نبدأ صفحة جديدة في أنه يلاحق كل مقصر ويدان بحسب القانون لكي يغلق هذا الباب أمام أي خروقات أخرى. سيد داود، يمكن أستاذ حيدر فاروق أثار نقطة مهمة، لماذا سربت الأسئلة؟ يعني أنا أعتقد مسألة مادية بحتة، وأيضا هناك حقيقة اتصال أو شكوك لدينا في معاهد التقوية والمعاهد الخاصة والمدارس الأهلية اللي تبحث عن شهرة وعن طشة إعلامية أو تربوية حتى تحقق نسب أعلى ممكن أن تتخذ من هذه الوسيلة كغطاء لها واستمراريتها في امتصاص قوت العوائل الذي هو حقيقة جهد مضاعف على العائلة العراقية. المعهد أو المدرسة الأهلية لا يمكن أن نميزها بشكل أو بآخر عن الجهد الحكومي الذي يقدم المدارس داخل المدارس الحكومية، هذا أحد الأسباب. المطالبة أو الإجراءات القانونية أو الإجراءات المستقبلية لمنع هكذا أمور ممكن غلق القنوات الخاصة التي تبث دائما أسئلة وحلول وأجوبة وما شابه ذلك، وأيضا غلق معاهد التقوية والاستيعاب عنها بدروس تقوية داخل المدارس بأسعار رمزية تفيد الإدارة وتفيد المدرسة وتفيد أيضا العائلة العراقية. العقوبة اللي شخصها أستاذ علي ضيف لك الكريم هي موجودة أصلا في قانون أو في قرار النظام المنحل رقم 132 لسنة 1996 اللي يقول به كل من سرب الأسئلة أو كشف عنها أو أعطى معلومات إيضاحات بأي شكل من الأشكال وكان عضوا في اللجنة الامتحانية يعاقب بالسجن لمدة 7 سنوات وعقوبة مشددة. هذا رادع قوي لمن تسول نفسه أفعال هكذا حقيقة، مقدمات أو آليات تسيء إلى القيم التربوية وإلى القيم الأخلاقية لمجتمعنا. أما فيما يخص اللجنة العليا الذي وضحها السيد الناطق باسم وزارة التربية وبرأ ساحة الوزير، نعم السيد الوزير ليس مشتركا في اللجنة الامتحانية لكن هو من يقرر تشكيلها. اللجنة الامتحانية العليا برئاسة وكيل وزير، وهو الوزير الأول، وكيل وزير الأول في وزارة التربية، ومدير عام الامتحانات وعضو آخر. هؤلاء الثلاثة أيضا هم من يضعون الأسئلة وهم من يوزعوها، وكان في السابق
لأننا ناس تربويين ولدينا خدمة ما يقارب 3 عقود، تصل الأسئلة إلى كل المديريات قبل ساعة أو ساعتين، يعني في بعد الفجر. هي انتشرت بشكل واسع. أسأل لكم دكتور علي، نعم. الأسئلة سربت وأعلن عن تسريبها في مواقع التواصل الاجتماعي بشكل، يعني نشرت طقوا الصورة ونشرها بالفيسبوك وتم تداولها. قضية تسريب أسئلة فقط لو هناك عملية تخريب للعملية الامتحانية. طبعا هي يعني يجتمع الأمران، يعني ما تفضل به الضيف الكريم في أنه الدافع لهذه العملية هو دافع الكسب المادي، ففعلا عندما تسرب الأسئلة هذا المرتشي هذا الذي قام بهذه الجريمة لكي يستفيد ماديا، ولعله كذلك لأنه أكثر من قضية الاستفادة المادية هو تخريب ليس فقط لعملية الامتحانات. لنفترض أنه ردة الفعل لم تكن بهذه القوة والتفاعل إعلاميا حتى سياسيا قانونيا شعبيا، ربما مضت وأصبح التخريب يطال النتائج التي نتوخاها من العملية التربوية. لكن هنا أريد أن أشير إلى مسألة، يعني القضية ليست فقط قضية يعني أسئلة سربت. الكادر المتقدم في هذه الوزارة فشل في أن يكون عنده خطة بديلة. يعني أنت عندك أسئلة قد سربت، يفترض ما هي أكو 3 نسخ، نعم من الأسئلة. نعم أكو خطة بديلة. أنت الآن نعم حصل أمر واقع، هناك ضعاف نفوس، هناك اختراق معين، حصلت جريمة وتسربت الأسئلة، أنت تجي توقف الامتحانات وتؤجلها إلى إشعار آخر. يعني أي فشل في إدارة وزارة مثل وزارة التربية بهذه الطريقة؟ أين خطتك؟ أين الإعداد المسبق لمثل هكذا طوارئ؟ هذه حقيقة يعني يجعلنا نشخص ضعف كبير في إدارة هذه الوزارة، ووزارة مهمة بهذه الدرجة أن تدار بهذه الكيفية الضعيفة، ونعرض أجيالنا إلى هذا الإرباك. يعني اليوم الشباب هؤلاء الفتية تعرضوا إلى إرباك وهم يتحضروا الامتحانات. مشخص طيلة السنوات الماضية من العملية السياسية سيد داود، إلى أي درجة أسهمت المحاصصة الموجودة في وزارة التربية وفي كل الوزارات، لكن خصوصا وزارة التربية ذات أهمية كبيرة يمكن تصنع أجيال في الوطن، المحاصصة إلى أي درجة أثرت بتدهور وضع هذه الوزارة؟ والله أستاذ بشار سؤال جدا مهم. يعني إحنا منذ زمن بعيد نطرق على أبواب الأحزاب السياسية والمسؤولين ومن هم بدرجة المسؤول الأول أو المسؤول الرفيع في الدولة العراقية، أن وزارة التربية والتعليم العالي تبعد عن المحاصصة وتسلم إلى كفاءات تربوية وليس إلى كفاءات حزبية أو إدارية، جل احترامي لهذه المسميات. لكن المحاصصة في التربية تأتي من لا قيمة تربوية له ومن لا خبرة تربوية له ومن ليس لديه شهادة تعادل مركزة. كثير من هؤلاء أنا أعرف أناس يشهد الله علي هم ليسوا أصحاب شهادات وإنما كانوا سواق في خطوط نقل التربية، أصبحوا الآن مدراء أقسام. وهذه طامة كبرى في العملية التربوية. يأتي بشخص ليس له علاقة لا من بعيد ولا من قريب ينصب مدير عام تربية وينصب مدير إشراف وينصب مدير امتحانات. هذه المرتكزات الأساسية للتربية يجب أن تكون بيد من هم أصحاب الخبرة وأصحاب الكفاءة والنزاهة. حتى من بين التربويين نختار الناس الأمناء، الناس الأصلاء، أصحاب الكفاءة، أصحاب النزاهة، الذين يؤمنون ببناء هذا المجتمع بناء حقيقي. أما ما حدث يوم أمس فهو جريمة. أريد أن أعقب أيضا على, على, على تأجيل الامتحانات. هذه خطوة أيضا غير موفقة مثل ما أشار ضيفك الكريم. يفترض أن نؤجل فقط مادة الإنجليزي ونستمر بالامتحانات بشكل طبيعي دون إرباك عام لطلبتنا الأعزاء وهم ينتظرون انتهاء هذا التعصب النفسي أو الشد النفسي بفارغ الصبر. أما الآن المتحدث في وزارة التربية يقول سنعلن عن بدء الامتحانات أو سير الامتحانات في مطلع الأسبوع المقبل، يعني ممكن 2 أو 3 يعلنون، وإنما كان المفترض أن تستمر الامتحانات وتؤجل مادة الإنجليزي إلى نهاية الامتحان. وحسب ما عرفت أنه يحتاج 20 يوم لطباعة الأسئلة أو استنساخها مرة أخرى. وهنا نحن في المدارس دائما يؤكدون علينا وعلى المدرس أو المعلم في كل مراحلة أن تكون هناك نسختان من الأسئلة، في حال فقدان النسخة الأولى أو تسرب النسخة الأولى نعوض عليها في النسخة الثانية. هم لماذا لم يفعلوا هكذا وهم من تصدر من لديهم التعليمات؟
دعنا نطلع سوية مع مشاهدينا الكرام على نتائج الاستبيان، وهل تعتقد أن تسريب الأسئلة الوزارية للصف الثالث المتوسط تقف خلف جهات متنفذة؟ كانت الإجابات 88% نعم، 9% كلا، و3% متحفظ. ودعونا نختتم مع تغريدة التربوي الأستاذ عبد الأمير رباطة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، حيث قال صباح هذا اليوم: أعزي طلبة الثالث المتوسط، لا تذهبوا هذا اليوم لأداء الامتحانات لأن الأمانة ضاعت والقيم تشوهت، وأصبحنا اليوم نخجل أن نصارحكم أننا فشلنا وأن نكون لكم قدوات. لقد بكيت أعزائي والله في هذا الصباح، وأنا أنقل لكم خبر موت ضمائرنا وتحطيم قيمنا تحت أقدام حراس قصر الأمير. كيف لنا أن نقف أمامكم ونكتب على لوحة الصف عن الصدق والأمانة؟ كيف لي أن أحاسب من يكذب منكم أو يسرق وأنا اليوم بنظركم سارق وكذاب؟ وحاشا الأستاذ عبد الأمير رباط وكل تربوي نزيه وشريف في وزارة التربية والمؤسسة التعليمية. والشكر الجزيل لكم التربوي السيد داود الحلفي، كنت ضيفا كريم علينا في هذا الحصاد، والشكر لكم المتحدث باسم المجلس الأعلى للإسلام العراقي الدكتور علي تفعيل القانون. والشكر الجزيل تفعيل القانون، تفعيل القانون نعم. ومحاسبة المقصرين سيؤدي بالعملية إلى النجاح ويعيد الطلبة مرفوعي الرأس صغار. مرفوعي الرأس إلى مدارسهم، ونحفظ موظفين صغار كبش فداء في هذه الفضيحة الكبيرة. الدور الرقابي يجب أن يكون يأخذ دوره وبشجاعة لكي لا يذهب موظف بسيط، بل يذهب من هو مسؤول مسؤولية مباشرة عن هذا الخرق الكبير. القرار السياسي إذا توحد القرار السياسي وأصبحت النية خالصة، لا يمكن أن يذهب موظف صغير ضحية بدل الموظف الذي افتعل هذه الأزمة. أما تعدد الأوجه القرارات ممكن أن يكون هكذا. التربوي سيد داود شكرا لك، وشكر موصول لكم مشاهدينا. إلى هنا وصلنا وإياكم وضيوفنا الكرام إلى ختام حصادنا لهذه الليلة، وإلى اللقاء في حصاد آخر.